مساء الخير. قبل ما نحكي بالموضوع بدي أقول صديقة من الجزائر دايما بتعلق لي إنه ليش شخص بطل يراقبها، كان يراقبها دايما وبطل يراقبها. هو بكل بساطة إما إنه بطل مهتم فيك أو إنه بده يلفت لك نظرك بهالطريقة، إنه أنا بطلت راقبك ليشوف شو بده يبدر منك، أو تالت احتمال أنت ما كنت بتراقبه فنتيجة لهيدا الشيء بده يعاملك بالمثل. منفوت موضوع الفيديو. هو أيضا إجابة على تعليق وصل من صديقة اسمها سهام، طلبت نحكي كيف نتصرف باللقاء الأول، لغة الجسد والأحاديث وغيرها من الأمور. بالحقيقة هن 13 حركة، هات 13 حركة إذا عملتن فهي رح تضمن تعلق وانجذاب الأشخاص إليكم. مش ضروري حبيب، فيكون صديق، فيكون علاقة عمل أو لقاء عمل، يعني مش دايما بنحكي عن علاقات الحب. أول حركة هي كن مرحا وخلي ابتسامة على وجهك مرسومة، ولكن ما تضحك على نكتة ما عجبتك. يعني إذا هالشخص حكى نكتة معينة أو مسحة معينة ما عجبتك ما تضحك عليها أبدا. تاني حركة هي اهتم بشكلك الخارجي ولكن لا تبالغ. يعني إذا كنت امرأة ما تحط كتير ميك اب، ما تكتري من المساحيق التجميل على وجهك، وما تكون كتير أوفر بلبسك، يعني لبس عادي طبيعي. وإذا كنت رجل أيضا يعني كمان لبس مرتب ونظيف ولكن بلا روايح زايدة، يعني ما تحطوا عطر، يعني تتحمموا بالعطر بطريقة تكون الريحة واصلة على بعد 200 متر، كمان ريحة خفيفة، عطر خفيف. هيدا الشيء مع نظافة مع ترتيب والابتسامة مثل ما قلنا بدون مبالغة طبعا، هيدا الشيء كتير مهم. ثالث نقطة هي لا تتحدث بثلاث أمور. أول شغلة هي عن علاقاتك السابقة، ما تقعد تحكي عن علاقاتك السابقة، ما تسأل الشخص عن علاقته السابقة أو عن علاقاته السابقة كلها بشكل عام. وثالث نقطة ما تحكي عن عيلتك وعن أهلك سواء كنت رجل أو امرأة. رابع حركة هي احكي عن الأشياء المشتركة بينك وبين هالشخص، ربما أماكن مشتركة بتحبوا تروحوا عليها، هوايات مشتركة أو أعمال أو أي شيء مشترك بينك وبينه. ولكن أهم شيء خلي الشخص أيضا يحكي، مش أنت تستلم زمام الحديث دايما، خليه هو أيضا يقترح مواضيع، ولما تحكوا بأي موضوع خليك تسمع له وانت كمان تحكي، مش انت كل الحكي او 70% من الحكي لإلك، خلي توازن، يعني انت تحكي وهو ايضا يحكي. خامس نقطة كتير مهمة، ضع الهاتف جانبا، يعني مش كل الوقت ماسك التليفون او عم تحكي او واتس اب او غيرها من الامور. هيدي الحركة كتير سيئة من اول لقاء، ما تستعمل التليفون الا للضرورة القصوى، يعني مش تضلك حامله كل الوقت او تحمله بجزء كبير من وقت اللقاء، لان هيدا الشيء كتير منفر للشخص اللي معك خاصة باللقاء الاول. سادس نقطة هي اذا كنتوا قاعدين بمطعم او بمقهى ما تطلب لهيدا الشخص على ذوقك، خليه هو يختار الطعام او الشراب اللي بده هو يختاره وانت ايضا اختار لإلك، يعني ما تفرض ذوقك عليه وما تخلي ايضا هو يفرض ذوقه عليك. ولكن اذا ثابت في اشياء مشتركة انتوا بتحبوها مش غلط، ولكن مش دايما انت تطلب له على ذوقك او هو يطلب لك على ذوقه. سابع نقطة هي اذا كنت انت بتدخن، يعني مدخن سواء سيجارة او ارجيلة او غيرها من الامور، بدك تسأل هيدا الشخص اذا بيتضايق من ريحة التدخين. ليه؟ لأنه في أشخاص كتير ما بيدخنوا وما بيحبوا ريحة التدخين، وأنا واحدة منهم. فلازم تسأل هيدا الشخص إذا هو عنده مشكلة أو بينزعج من رائحة الدخان بشكل عام لحتى ما تدخن، لأنه شغلة كتير مزعجة هيدي، خاصة إذا الشخص عنده حساسية من ريحة التدخين سواء الأرجيلة أو السيجارة وغيرها من الأمور. تامن حركة هي إذا كنت امرأة أعرضي دفع الفاتورة. يمكن تستغربوا، لا ما تستغربوا، للنساء اللي عم يحضروا هيدا الفيديو، لا ما تستغربوا إذا كان أول لقاء بينك وبين الرجل، أعرضي، مش غلط، يعني هو ما راح يخليك تدفعي، ولكن أعرضي إنه أنت
بدك تدفعي أو بدك تساهمي بدفع الفاتورة. وإذا كنت رجل اللي عم تحضر هيدا الفيديو، حتى إذا المرأة عرضت عليك إنها تدفع الفاتورة أو تساهم بدفع الفاتورة، ما تقبل أبداً، وحذاري إنك تقبل إنها تدفع ولو دولار واحد من الفاتورة، لأنه هيدا الشيء خاصة بالمجتمع الشرقي. يعني إحنا لأنه هيدا الفيديو موجه بالأغلب لمجتمع الشرقي، هيدا الشيء بالمجتمع الشرقي يعتبر منفر يعني للمرأة إذا عمل الرجل هيدي الحركة. تاسع حركة هي امدح قليلاً، امدح قليلاً مش كتير ومش كل الوقت مديح، شوي يعني كلمة كلمتين كحد أقصى بعض الصفات الجيدة الحقيقية الموجودة بهيدا الشخص. يعني إذا أنت لقيت بالفعل عنده صفة جيدة أو جميلة امدحه فيها، بس مش كل الوقت مديحه، وما تكون هيدي الصفة أنت مدحتها مش موجودة، يعني لازم تكون موجودة وحقيقية بهيدا الشخص. عاشر حركة، لا تتكلم أشياء سيئة عن أصدقائك أو عن أي أشخاص بتعرفهم بالسوء أمام هيدا الشخص، سواء هو بيعرفهم أو ما بيعرفهم. يعني ما تحكي عن أي شخص بالعاطل أو بطريقة سيئة من أول لقاء أمام هيدا الشخص، لأنه رح ياخد هون عنك فكرة أنك شخص تستغيب أو دائما بتحكي عن الصفات السيئة أو السلبية، وهيدي الحركة سلبية ومنفرة بشكل عام. الحركة رقم 11 هي تتطلع بعيون الشخص مباشرة هو وعم يحكي معك، مش شمال يمين فوق تحت، لا تتطلع بعيونه. النظر بيكون بالعيون، سواء كان صديق حبيب لقاء عمل، لازم تتطلع بعيون الشخص مباشرة انت وعم تحكي معه، وايضا الكتاف جالسين، يعني مش قاعد منحني او ملبك ومرتبك او مكتف وغيرها من الامور. هيدي الحركة بلغة الجسد ايضا غلط، ونبرة الصوت متوسطة مش كتير واطية، يعني بده يصير يقرب كتير دينته ليسمعك، ولا كتير عالية بطريقة كل اللي قاعدين بالمكان يسمعوا صوتك. نبرة الصوت متوسطة ومعتدلة. الحركة رقم 12، ما تخلي اللقاء يكون كتير طويل، هيدي أهم نقطة، مش كتير قصير يعني هاي باي لا، ولا طويل يعني تقعد نص نهار معه لهيدا الشخص. يعني خلي الوقت متوسط ولكن مايل للقصير أكتر، لا لحتى الشخص يضل متشوق للقائك بالمرة الثانية، وما تكشف كل وراءك وكل أخبارك تخبرها، دايما خلي فيه تشويق. وعادة اللقاء الأول اللي ما بيكون كتير طويل، يعني بيكون متوسط ومايل للقصر مثل ما قلنا، هو عامل جذب أكتر للأشخاص اللي منقابلهم لأول مرة. الحركة رقم 13 هي عن مكان اللقاء. مكان اللقاء ما ضروري يعني هو الشخص الثاني يقترحه، فيك انت تقترح، يعني اذا عندك مكان معين فيك تقترحه ايضا، ولكن وخاصة للرجال اذا انتوا اللي اقترحتوا مكان اللقاء ما يكون بمكان خاص او بشقة او بمكتب او غيرها من الامور. خلي المكان يكون public، عام، يعني مقهى، مطعم، أي مكان public place، أي مكان عام، مش private، مش بشقة، مش بمكان خاص وبعيد عن العالم عن الناس، خاصة إذا كنت رجل اللي بدك تقترح مكان اللقاء. وإذا كنت امرأة فالأفضل مثل ما قلنا أيضا تقترحي مقهى أو مطعم معين بمكان عام. طبعا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق، أنا بقرأ كل تعليقاتكم، وإلى اللقاء.